أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة مكاسب الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكث به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا ونتكلم عن سير الصالحين. إني لأشعر إذا أغشى مجالسهم كأنني راهب يغشى مصلاه، والله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. إن الكلام عن هؤلاء الأخيار، عن الذين اصطفاهم الله جل وعلا، اصطفاهم ليكونوا رسلا بينه وبين الناس، إنه من أعظم الكلام، ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا عن الأنبياء السابقين. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي عن أبي ذر وعن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 124,000 جما غفيرا. هذا الجم الغفير لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم في القرآن. بعض الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه ولم يذكر قصته، اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته، الياسين، ذو الكفل، نعرف أسماءهم لكن لا نعرف قصصهم. وبعض الأنبياء ذكر الله تعالى شيئا من قصته لكن لم يفصلها، كما ذكر الله تعالى ذلك عن لوط عليه السلام، وذكر جل وعلا عن هود وعن صالح وعن شعيب. وبعض الأنبياء نعرف قصته قبل ولادته، ونعرف قصته وهو شاب، ونعرف قصته قبل النبوة، ونعرف قصة زواجه، ونعرف أحداثا تتعلق بأخته وأخيه وأمه، ونعرف أخبارا كثيرة عنه، بل ذكره الله تعالى 183 مرة في القرآن، وهو موسى عليه السلام. وبعض الأنبياء لنا به علاقة، وذكره الله تعالى في كتابه وأثنى عليه، حتى قال بعض أهل العلم: هو أفضل نبي من الأنبياء، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم ينافسه في الفضيلة. وهذا النبي هو أبو الأنبياء، فإن الله جل وعلا لما خلق الخلق خلقهم من آدم، ثم لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض وجعل الله تعالى الذرية تتناسل من آدم عليه السلام، أنا ما أدري الصوت واضح يا شباب ولا لا، فبعث الله تعالى الأنبياء تباعا. ممن بعثه الله تعالى بعد آدم عليه السلام؟ نوح عليه السلام. وجعل الله تعالى يبعث الأنبياء تباعا حتى بعث الله تعالى بعد ذلك كل الأنبياء من ذرية رجل واحد، نبي واحد، وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام له ولدان، إسحاق وإسماعيل، وإسماعيل أكبر من إسحاق، إسماعيل أمه هاجر وإسحاق أمه سارة. فإسحاق ولد يعقوب نبي، ويعقوب ولد يوسف نبي، وجعل الأنبياء يتناسلون من يعقوب الذي هو ابن لإسحاق ابن إبراهيم، حتى وقفوا عند مريم فولدت عيسى، ثم رفع عيسى وتوقف نسل الأنبياء اللي من طرف إسحاق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
هو من الطرف الآخر من إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل أول ولد له ليس نبياً، والحفيد ليس نبياً، وحفيد الولد ليس نبياً، وجعلوا يتناسلون ليسوا أنبياء من إسماعيل، حتى وصلوا إلى عبد الله وهو والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء إما من نسل إسحاق وإما من نسل إسماعيل، وكلهم يعودون إلى إبراهيم عليه السلام الذي نتكلم عنه اليوم. إبراهيم عنده ولده إسحاق، وعنده من إسحاق ابنه يعقوب. يعقوب اسمه إسرائيل، ولذلك يقال بنو إسرائيل. إسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، ولذلك يقول جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، يعني عبد الله، محب الله، خادم الله، مطيع الله إلى آخره. فبنو إسرائيل هم الذين جاءوا من نسل يعقوب عليه السلام، وهم أنبياء كما تقدم معنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشبه الناس به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم لما وصفه الله جل وعلا بيّن فضله على أمتنا، فقال سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إذن من قبلنا كانوا يسمون يهود، يسمون نصارى، نحن سمينا مسلمين. وأيضا أمة الإسلام هي الأمة الوحيدة التي اسمها غير مشتق من نبيها، يعني اليهود اشتقت من يهوذا، قيل هو يعقوب، وقيل أكبر ابناء يعقوب. المسيحيون اشتق اسمهم من المسيح عيسى بن مريم. نحن ما سمينا محمديين، سمينا مسلمين، لأننا نتعلق بربنا جل وعلا ونطيع نبينا صلى الله عليه وسلم اتباعا، لكننا لا نعبده من دون الله كما فعلت النصارى في عبادتهم لعيسى، أو اليهود في عبادتهم لعزير أو لغيره. ولذلك سمانا الله تعالى مسلمين، الذي اختار هذا الاسم هو إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا عن إبراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وجعل الله تعالى إبراهيم إماما، كما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم لا يزال لنا اتصال به، لأنه هو الذي بنى الكعبة، وهو الذي رفع قواعدها، وسيأتي معنا قصة ذلك. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يذكر إبراهيم كثيرا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه يوما، ثم التفت إليهم وقال: أشعرتم أنه ولد لي الليلة غلام؟ وإني سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم متعلقا بنبي الله تعالى إبراهيم، وكذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يثني على إبراهيم، بل ربنا جل وعلا أثنى على إبراهيم، فقال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم وصفه الله فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما معنى كان أمة؟ الأمة هي المجموعة من الناس، وكل أمة مجموعة من الناس لابد أن يكون فيهم رجل مثلا عابد، رجل يكثر من الصلاة، رجل يكثر من الصيام، رجل عنده علم، رجل جيد في الإصلاح بين الناس. الأمة عادة يكون الناس فيها يتوزعون مثل هذه الأمور. إبراهيم عليه السلام إن جئت إلى العبادة وجدته كما قال الله تعالى قانتا لله حنيفا، عابد. إن جئت إلى الصلاة وجدته كما قال الله جل وعلا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إن جئت إلى الكرم وجدت إبراهيم عليه السلام هو آية في الكرم. إن جئت إلى الشجاعة وجدت إبراهيم منذ أن كان فتى صغيرا شجاع. إن جئت إلى العفة وإلى الغيرة وجدت إبراهيم آية في ذلك، فلأنه جمع كل هالفضائل وصفه الله فقال: إن إبراهيم كان إيش؟ أمة
قانتا، ما كان رجل عادي، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام أمرنا الله بالاقتداء به، ما فيه نبي من الأنبياء بذاته أمرنا بالاقتداء به إلا إبراهيم. نحن أمرنا بالاقتداء بالأنبياء عموما، كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لكن إبراهيم بالذات هو ونبينا صلى الله عليه وسلم نص الله تعالى على أسمائهم يقول لأمتنا اقتدوا بهم، فقال جل وعلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. وقال عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم الآية. إبراهيم عليه السلام مدح الله تعالى دينه وإيمانه، فقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه على كل الناس في الدنيا. إبراهيم مدح الله تعالى قدراته، شجاعته، كرمه، حتى قدرة إبراهيم عليه السلام على المناظرة مدحها ربنا، فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا واحد اسمه النمرود كان يدعي أنه إله، أنه رب، فجاء إبراهيم عليه السلام يحاجه: كيف تدعي الربوبية؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. ذاك الرجل النمرود يقول لإبراهيم: أنت ربك يا إبراهيم، ما صفاته؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت، أنت ما تستطيع تحيي وتميت، ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، أنا بعد أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ فجاء برجلين قد حكم عليهما بالقتل، فأمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر، قال: ها أنا أحييت الذي ذهب وأمت هذا. فعلم إبراهيم أنه أمام رجل صاحب حجاج فقط وليس عنده علم ولا حجة حقيقية، فدحض إبراهيم حجته. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، كل يوم الشمس تطلع من الشرق، إذا أنت رب فأتي بها من المغرب، بكرة الوعد بكرة طلعنا الشمس من الغرب. قال الله: فبهت الذي كفر. فكان إبراهيم قد أوتي قوة في المناظرة، وأمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم، فقال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع إيش؟ ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، فإن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فإذا انتهى الناس من حسابهم وصرف من صرف إلى الجنة وصرف من صرف إلى النار، أول من يكسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال: ثم أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. هذه طبعا بلا شك أنها تعتبر منقبة عظيمة لنبي الله إبراهيم. طيب، إبراهيم إذا بنحكي قصته لا يكفينا محاضرة واحدة، تعالوا نأخذ مثل ما قال الله تعالى عن ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. تعالوا اليوم نأخذ شيئا من سيرة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان في بلاد فارس والعراق، وولد لأب اسمه آزر. آزر هذا كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويبيع الأصنام ويكتسب المال الحرام من جراء بيع الأصنام، وظلمات بعضها فوق بعض، يصنع ويأكل مال حرام ويدعو الناس إليها. وكان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب، يعتقدون أن هذا الكوكب، هذا النجم مختص بشفاء الأمراض، وهذا النجم مختص برد الغائب المسافر الغائب، وهذا النجم مختص بنصرة المظلوم، وهذا النجم يختص بحمل المرأة التي لا تحمل مثلا. ثم هذه النجوم لأنها تغيب، ما ليست موجودة دائما عندهم، تغيب،
فكانوا في النهار إذا وقع لهم كربة النجم اللي يدعونه غير موجود اليوم فيتورطون. وكانوا كذلك إذا أرادوا أن يدعوا في وقت القطر والغيم الشديد ونحوه لا يستطيعون لأن النجوم غير موجودة. فماذا صنعوا؟ أقبلوا وتخيلوا صور هذه النجوم، قالوا هذا النجم الخاص بشفاء الأمراض، نتخيل شكله، تخيلوا شكله وبنوا صنما على صورته. فصار عندهم صنم اللي يمرض يذهب إليه، صنم المرأة اللي ما تحمل تذهب إليه، صنم اللي يغيب له مسافر ولا يرجع يذهب إليه، فصاروا يتقربون إلى هذه الأصنام. نشأ إبراهيم إلا هؤلاء يعبدون الأصنام. وقال الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتيناه رشده أي آتيناه فهما من قبل النبوة. فإبراهيم فعلا بدأ ينكر عليه وهو صغير، يقولون وكان أبوه يصنع الأصنام ويعطيه كما يعطي إخوانه، ويقول اذهب بع الأصنام واعطني المال. فيذهب إبراهيم ويجعل ينادي في الناس يقول: أيها الناس، من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ فالناس ما يشترون، فيعود إلى أبي فيضربه. فنشأ إبراهيم هذه النشأة. بدأ إبراهيم عليه السلام يكبر وبدأ ينكر على قومه عبادة هذه الأصنام، كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ليش تعبد هالتمثال وهالتمثال؟ ليش تعبدونها؟ ليش تتقربون إليها؟ يسألهم عن ذلك. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وفي آية أخرى: كذلك يفعلون. بدأ إبراهيم يعمل خطة لأجل إسقاط هذه الأصنام من أعينهم. الخطة الأولى كما قال الله جل وعلا: فلما جن عليه الليل، وهو جالس مع قومه، وهو صغير جالس مع قومه وهو فتى، والفتى هما بين 15 إلى 19، يعني عمره مثلاً 16-17 سنة، شباب جالس مع قومه، اتبع الخطة الأولى يشككهم في أصنامهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، شاف كوكب كبير ومنير، قال هذا ربي. فرح أبوه، قال زين الولد رجع إلى عبادة الأصنام، إلى عبادة الكواكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما أفل يعني غاب، قال كيف أنت ربي وغبت عني؟ أفرض أني مرضت كيف أدعوك؟ أفرض أني احتجتك، أني ظلمت، رب يغيب عني. فلما رأى القمر بازغا، إلا القمر أحسن من النجم الأول، قال هذا ربي. فلما أفل بدأ يحاجهم إبراهيم عليه السلام، النجم الصغير ثم القمر ثم بعد ذلك رأى الشمس المشرقة العظيمة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. خلاص إذا هذا ربي، إذا هذا بيغيب عني معناته خلاص لن أعبدها الكواكب. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، لا النجم الأول بقي لي ولا القمر بقي لي ولا الشمس بقيت لي، إذن معناه فيه من هو فوقها يتحكم فيها، يخرجها متى يشاء ويغيبها متى يشاء ويفعل بها ما يشاء. أنا ليش أعبد هالنجم وأعبد هالقمر؟ ليش ما أعبد اللي يتحكم فيها؟ ولذلك قال لما أفلت الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، بدوا يناقشونه لكنهم ثبتوا على عبادة أصنامه. فسلك الطريقة الأخرى. ما هي الطريقة؟ كان عندهم يوم في السنة يخرجون إلى البر يلعبون احتفال مهرجان، وكانوا يضعون طعامهم عند أقدام هذه الأصنام حتى تباركه، تحط فيه بركة، ثم يأتون ويأكلون الطعام. فلما قالوا لإبراهيم اخرج معنا قال إني سقيم، أنا مريض، أنتم أمرضتوني، ما أستطيع أني أخرج. فخرجوا يلعبون. قال الله جل وعلا: فراغ إلى آلهتهم، دخل على الآلهة إلا هذا الطعام موضوع عند أقدامها، قال ألا تأكلون؟ تفضلوا كلوا، ألستم أنتم اللي ترزقوننا؟
أنتم اللي تشفون أمراضنا، أنت كلوا ألا تأكلون؟ إلا الأصنام ساكتة، هي أصلا أحجار، ما لكم لا تنطقون؟ ينظر في الأصنام، طيب تكلمي ردي علي. قال الله جل وعلا: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جعلهم جذاذا، أخذ الفأس وجعل يضرب هذه الأصنام حتى وصل إلى الصنم الكبير، قيل تعب وقيل تركه متعمدا، ثبت الفأس فيه وطلع. هذا وإبراهيم لا يزال في سن دون 20، ما نسميه نحن فترة مراهقة، أبو 17 16 18. رجع قومه وإبراهيم ذهب، ثم إن إبراهيم من شجاعته ما هرب من البلدة كلها، لا، هو ليس القصد عنده أن يحطم الأصنام، الأصنام سيبنونها مرة أخرى، هو يريد أن يحطمها في قلوبهم، يريد أن يبين لهم، أن يحاجهم أن هالأصنام لو كانت تدفع الضر عن أحد كان دفعت عن نفسها، هالأصنام أصلا ما تنفعكم شيئا، ولو يقع عليكم ضرر ما تنصركم، ليش تعبدونها؟ يريد يوصل لهم هذه الرسالة. قال الله جل وعلا وهو يحكي لنا خبرهم لما رجعوا إليه: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجع قومه دخلوا، إلا والله الأصنام محطمة. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى، ما قالوا سمعنا رجلا، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جيبوه نحقق معه أمام الناس حتى يعرف الناس فعلا أنه يستحق العقوبة. جاء إلا وجد إبراهيم قريب، وجاء إبراهيم أصلا هو ينتظر، جاء وقف إبراهيم بين أيديهم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إبراهيم لا يريد أن يكذب ويقول ليس أنا. قالوا، فأشار بأصبعه الإبهام وقال: بل فعله كبيرهم هذا. يقولون لأن أصبع الإبهام، أنت الآن لما تمسك فأس وتريد أن تضرب به تجد أنك تقبض به بأصابعك الأربعة على مقبض الفأس على العصا، ثم تضع أصبعك الإبهام فيصبح أكثر قوة تصدر على الفأس في الحقيقة من أصبعك الإبهام. يعني لو واحد ما عنده أصبع إبهام مقطوع وأراد يمسك فأس لن يستقر في يده، لكن أصبع الإبهام هو اللي في الحقيقة يعطي القوة في الضرب. فإبراهيم تحرجا من أن يكذب ويقول ما فعلت، أشار بأصبعه الإبهام إلى كبير الأصنام وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني فعله كبير أصابعي، أنا عندي 5 أصابع، اللي فعل الفعل كبير أصابعي، وهم فهموا أن الذي فعلها كبير الأصنام. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. التفت بعضهم إلى بعض فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أن تدري أصلا ما يتكلمون، كيف نسألهم؟ هنا وصل إبراهيم إلى مربط الفرس، هو يريد يصل هالنقطة، يريدهم يعترفون أن أصنامهم لا تسمع ولا تتكلم ولا تعمل شيئا، فمباشرة النقطة اللي وصلوا إليها بدأ منها. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أنتم مجانين. فلما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الآلهة ما تستطيع تنصر نفسها، لا. والمفسرون لهم قصص طويلة في كيفية جمع الحطب، جمعوا الحطب وأقبلوا بإبراهيم، فكانوا إذا اقتربوا من النار من شدة وهج النار ما يستطيعون يقتربون منها. فعلا الآن لما يكون في نار عظيمة مشتعلة تجد أنك منذ أن تقترب منها 5 متر 6 متر ما تقدر تقرب، نار عظيمة فتبعد عنها. ولذلك حتى أحيانا لما الواحد يطلع البر في البرد ويشعل نار تجد أن إذا كانت النار صغيرة اضطر أنه يقترب، إذا كانت كبيرة ابتعد لأن حرارتها تصل إليه. فالنار التي أشعلوها لإبراهيم نار عظيمة
فكانوا لا يستطيعون الاقتراب منها. قالوا فوضعوه في منجنيق. المنجنيق هو عصا طويلة لها في آخرها مثل القحفة أو مثل الملعقة يعني شكلها، فيضعون فيها ثم بطريقة معينة يطلقون فيطير ويقع في النار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وجعلوا يربطون إبراهيم وهو فتى وأبوه ينظر إليه مهتم. وإذا بربنا جل وعلا والملائكة تترقب ماذا سيصنع ربنا لنصرة إبراهيم. ملك المطر ينتظر يطفئ النار، ملك الجبال ينتظر يحمل جبلاً ويدكه على النار، ملك الأرض ينتظر أن يخسف الأرض بهذه النار، ملك الموت ينتظر أن يؤمر ويقبض أرواحهم، جبريل ينتظر أن يحمل إبراهيم. وإذا بأمر الله جل وعلا أسرع من ذلك، قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. لا ملك جبال ولا ملك مطر يطفيها ولا جبريل، قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال إبراهيم حسبي الله. حسبي يعني يكفيني الله، الله يكفيني، ما أحتاج أحد ينصرني منكم، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المنتصر لي ونعم القوي الذي لجأت إليه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ظل إبراهيم حتى خمدت النار وخرج إليهم، ما احترق منه إلا الحبال التي ربط بها. فإبراهيم لما رأى قومه قد أعرضوا وكذبوا، حتى المعجزة التي رأوها أمامهم كذبوها، تركهم وعلم أن هذه البلدة مهما دعاهم ما في فائدة، بطلع إلى بلدة أخرى أدعو فيها إلى الله، مثل ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس لبث في مكة 13 سنة وهو يدعو، مع ذلك ما اتبعه أهل مكة، فذهب إلى بلد آخر ثم جاء وفتح مكة. فإبراهيم كذلك يدعو قومه السنين ما استجابوا، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فخرج إبراهيم عليه السلام وسكن في الشام، وتزوج فتاة حسناء صالحة اسمها سارة. جلس مع سارة فترة، فدخل مع سارة إلى مصر، دخل إلى مصر، طلع من فلسطين إلى مصر، وبين مصر وفلسطين كما تعلمون بينهما الصحراء، صحراء سيناء، لكن في طريق بري اللي عليها اليوم معبر رفح. فوصل إلى مصر ودخل، وكان يحكم مصر في ذلك الحين رجل ظالم، ما يجد قومه امرأة حسناء إلا خطفوها جابوها له. فجاء قومه وقالوا له يا أيها الملك لقد دخل مصر رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك. وكان إبراهيم قد مضى له سنوات من زواجه ولم يرزق بأولاد من زوجة سارة. فلما علم إبراهيم بمجيئهم قال لها يا سارة هذا الرجل ظالم، أنا ما أستطيع أن أدفعه ولا نستطيع نهرب، وهو إذا علم أن المرأة التي يريدها لها زوج قتل الزوج، فإن سألوك قولي هذا أخي وأنا بقول هذه أختي، وليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنت، أنت أختي في الإسلام. شوف حتى تحرجه من الكذب، وهو في ضرورة، جاءوا فعلا من هذه، قال هذه أختي، فحملوها بالقوة وذهبوا بها. فلما أدخلت عليه قالت أعوذ بالله منك، أعوذ يعني ألتجئ إلى الله، أفر إلى الله، أستقوي بقوة الله عليك، أعوذ، أنا ملتجئة إلى الله مثل حسبي الله، أعوذ بالله منك. فأعاذها الله منه، أراد يقترب ما استطاع يتحرك، فقال ادعي لي، يعني ادعي لي أني أقدر أتحرك وأتركك. فدعت لأنها خشيت أيضا أن يبقى كذلك ويقتلونها، يقول ماذا فعلت بالملك. فلما دعت له وأرادت تخرج أقبل إليها أخرى فقالت أعوذ بالله منك، فيبس في مكانه
فقال ادعي لي وأطلقك، فدعت له وخاف منها، ولأجل أن يسترضيها أعطاها هدية جارية خادمة اسمها هاجر، هاجر من مصر. أخذت هاجر وجاءت لإبراهيم، وصلت وإذا إبراهيم يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا كان إذا حزبه أمر، إذا ضايقه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. وإبراهيم لما وقع فيها الكربة كبر وصلى، كبر وصلى. والله يا إخواني إن للصلاة من الأثر في كشف الكربة شيء لا ينكر أبدا. أنا قبل أيام جالس مع واحد من زملائي في الجامعة ويحدثني عن واحد من عياله، يمكن في أولى جامعة تقريبا أظن أو قريبا منها. الولد يسهر برا البيت دائما والأب يهاوش عليه وكذا. المهم ذاك اليوم يقول اتصلت به وينك؟ قال أنا جالس في الاستراحة. يا ولد لا تجي 11 ونصف الليل لو أنت في البيت. يقول جت 11 ونصف أتصل، قال طيب جاي جاي، ثم قفل جواله. يقول فغضبت غضب شديد لأني دائما أنبهه لا تمشي مع كذا، لا تذهب إلى كذا. يقول فنزلت وأقفلت أبواب البيت كلها اللي في الحوش، وجئت حتى المدخل السيارة وفصلت الكهرب حتى ما يقدر يفتح باب سيارته، خله يقعد في الشارع يتأدب. يقول فحاولت أني أنام ما قدرت من 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 الهم. فلما جت الساعة تقريبا 3 بالليل وإذا أسمع الولد قد قفز من فوق الجدار، أسمع هبدة في الحوش يعني، وأنزل له وأهاوش وأخذ مفتاح السيارة وأبصق عليه وأضربه من شدة الغضب وأفتح الباب وأدفه. قلت ما عاد أبغاك، انقلع ما عاد أبغاك، جاي الساعة 3 وأنت عندك بكرة دراسة وليست أول مرة ورائحتك كذا. يقول صعدت فوق وأخذت زوجتي تلومني، ما هو بأسلوب أنت، هد أعصابك. يقول كان أمامنا يعني زي سفلته أو كذا، وفيه شاحنة موقفة حقت سفلته. يقول والله ما أمداني أدفه، وهو يقول هد أعصابك يا أبوي، وأطلع فوق كملت 5 دقائق وأنا ما أدري وين أين سيذهب، لا سيارة وجواله منتهي الشحن. يقول والله ما أمداني أطلع فوق إلا الشاحنة اللي قدام البيت تحترق تشتب نار. قلت في نفسي هذا الولد ركب فيها وشب في نفسه. يقول فأصابني مثل الجنون، وأتصل على المطافي ويجون، وأنزل أنا أبغى أقترب ما أقدر، نار تشتعل تشتب ممكن تنفجر. وطبعا ليست يعني يبدو ما فيها وقود أو كذا، يمكن يعني رأس شاحنة أو قلابي أو كذا، يعني ما ظنها حد يعني حريق عظيم أيضا. يقول ما استطعت، كنت أني أنجن أدور أدق على جواله مقفل أدور في الحارة أمداه يختفي، ما كملت 5 دقائق. يقول وأخذت الأم تقول لي الله يفعل كذا ويسوي ليش أنت هذا ولدي. يقول فتوضأت، تذكرت حديث كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يقول والله وتوضأ وحنا الساعة يمكن 4 في الليل، وكبر وصلي وأنا انتفض أخي هذا ولدي، ما هو يعني. يقول كبرت أصلي ولما سجدت انفجرت باكيا، وأخذت أقول اللهم كن معي وأدعو. يقول ثم بدأت أقسم اللهم إني أقسم عليك أن ترده الآن، أقسم عليك. يقول وأنا أدري لو أطل مع الدريشة شفت المطاف يطفون حريق، أقسم عليك أن ترده الآن، أقسم عليك أن ترده الآن. الله يقول أبكي وأنا أصلي واجلس في سجدتي يمكن ربع ساعة. يقول وأنا قاعد أصلي أذن الفجر، خلصت من صلاتي ونزلت، وإذا الولد يعني أصلاً كان في البيت وهو ما يدري، هو أصلاً طلع وقفز ثانية من البيت لكنه جاء في الحوش الخلفي ورقد. يقول طلعت بصلي والتفت في الحوش والقى الولد راقد، قلت لا إله إلا الله، وأجي وقومه وألمه، عاد صار فيلم يعني عاد بعدها. المقصود من هذا
أن المرء إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فجاءت سارة ومعها هاجر إلى إبراهيم، وإبراهيم يصلي أشار لها، يعني مهيم، يعني ما الخبر؟ قالت: قد رد الله كيد الفاجر وأخدمنا وليده، وجاب لنا خادمة بعد. يقول: فرفع إبراهيم يديه يحمد الله. أخذ إبراهيم زوجته وخادمتها هاجر ورجع إلى فلسطين. جلس في فلسطين فترة، ثم إن سارة لاحظت أنها لا تحمل وأن زوجها يرغب في الحمل، فوهبت له جاريتها هاجر، قالت: هذه هاجر خذ تزوجها. فتزوجها إبراهيم، فلم يمضي وقت إلا وحملت هاجر، فاشتدت الكربة على سارة. الحين هذه خادمتي وتحمل، وبيصير لها الآن الحظوة والمكانة. ثم ولدت هاجر، ولدت إسماعيل، وصارت سارة من شدة الغيظ والغيرة تتتبع هاجر، لأن إبراهيم صار ما يستطيع يجلس عند هاجر كثير، فيذهب إلى هاجر خفية أو تأتي إليه، فصارت سارة تتتبع هاجر وخطواتها. فأمر إبراهيم هاجر أن تلبس المنطقة، المنطقة هذا مثل يعني الثوب الذي يربط في وسط المرأة، وله ذيل ورائه حتى إذا مشت الذيل على أثارها. ثم شعر إبراهيم إن ما إن هاجر يعني ووسارة لا يمكن أن يجتمع، فأمره الله جل وعلا أن يخرج هاجر وابنها إسماعيل من فلسطين. فحمل هاجر وابنها إسماعيل ومضى بهما يسير حتى وصل إلى مكة، وكانت مكة في ذلك الحين جبال ووديان، ليس فيها داع ولا مجيب أبد، ما فيها معلم لأحد ولا فيها بر، صحراء. فأوحى الله تعالى لإبراهيم أن خذ زوجتك وابنك وضعهما في هذا الوادي المبارك، لا ماء ولا طعام ولا أنيس ولا جليس، جاء بهما ووضعهما. وولده إسماعيل هو غالي على قلبه، يعني واحد بعدما كبر في السن يرزق بأولاد، متعلق به، جاء وضعه. والقصة مشهورة، لما وضعهما قالت: أين تضعنا؟ فسكت، قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ومضى إبراهيم بيرجع لفلسطين، لكنه وقف خلف ثنية من الثنايا ورفع يديه ودعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم، طيب ما هو إبراهيم اللي بنى الكعبة، كيف يقول عند بيتك المحرم؟ الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم تهدمت، لأنها بناء عادي، بناء بشر، بناء ملائكة، بناء مخلوقات يعني، ثم بناها آدم، ثم تهدمت، فبناها بعض أبناء آدم وتهدمت، حتى أمر الله تعالى إبراهيم أن يبنيها. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، معناها أن القواعد موجودة. إبراهيم جاء وحفر وبنى عليها الجدران مع ابنه إسماعيل كما سيأتي. فقال: عندك بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكو، وجعل يدعو الله تعالى. مضى إبراهيم وصل إلى فلسطين وهو لا يدري عن خبر زوجه وابنه، إيش اللي حصل ما يدري. طبعاً القصة معروفة، في أن جبريل جاء وسعى بين الصفا والمروة، ثم جاء جبريل فركض في الأرض بجناحه، ضرب الأرض بجناحه وانفجر زمزم، ثم هذا اللي حصل، وإبراهيم ما يدري عنه، ما يدري هم أحياء أموات إلا أن يكون جاءه وحي. انفجر زمزم وشربت هي وشرب ولدها، وكان زمزم لما انفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زمزم ركضة جبريل. لما انفجر زمزم صارت من شدة فرحها بالماء، لأن الولد بيموت من العطش والجوع وهي بتموت، صارت تجمع الماء بالتراب
تجمع التراب حول الماء تعمل له حوض حتى تستطيع أنها تحمل منه وتضع في القربة اللي معها. فهي كانت تقول زم زم زم، يعني اجتمع اجتمع، مثل ما يقول الناس أحيانا زم ثوبك، يعني اجمع ثوبك. فهي تقول زم زم فسمي زمزم. في ذلك الحين هاجر المصرية وهي جالسة، كان في قبيلة جاية من اليمن اسمهم جرهم، جاية من اليمن ويطوفون يبحثون عن مكان في جزيرة العرب يأون إليه، فرأوا الطيور تحوم فعلموا أنها لا تحوم إلا على ماء، فجاءوا إلا هالمرأة عندها الماء. وأهل اليمن ناس أهل إيمان وعدل، فما قال والله هذه امرأة ولدها اقتلهم وخذ الماء، لا، قالوا نستأذن منك، هذا الماء تبعك؟ قالت نعم هذا حقي أنا ولدي. قالوا طيب تأذنين لنسكن؟ قالت بأجرة، تأخذوا من الماء بأجرة. فصارت هاجر تبيع عليهم الماء، وبنت لنفسها بيتا ولولدها، المصريون شاطرين من زمان ما شاء الله، وصارت تبيع الماء وتأخذ المال وتبني. إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وصار الناس يأوون إلى هذا المكان، وصاحبة البئر هاجر. في يوم من الأيام وإبراهيم مع زوجة السارة، يقول الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، دخل عليه ثلاثة ملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا في صورة رجال شباب. وإبراهيم عليه السلام كان كريما، فجاءت رسلنا الثلاثة سلام عليكم، عليكم السلام، قالوا سلاما، قال سلام، يا مرحبا، تفضلوا، جاءوا وجلسوا. دخل إلى أهله، إلى زوجة السارة، وأخذ عجل وما شاورهم، ما قال والله تغدون عندي ولا تعشون ولا الله يحييكم ولا لزوم، على طول أخذ العجل بسم الله والله أكبر وشوى العجل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يا مرحبا، وحط ركل، ما سألهم من أنتم ولا شيء من شدة الكرم، هم ملائكة ما يأكلون. فوقفوا كذا ينظرون للأكل، يريدهم يأكلون. قال الله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمد إلى الطعام، نكرهم، أنكر في نفسه، قال ماذا يريدون، وأوجس منهم خيفة. مثل لو أنت مثلا واحد طرق الباب، أو مثلا ثلاثة طرقوا الباب، فتحت الباب قالوا السلام عليكم، قلت عليكم السلام، يا مرحبا، تفضلوا، مباشرة تفضلوا ودخلوا، أنت ما هو بقصدك تفضلوا، يعني مجاملة، لكنهم دخلوا، دخلوا المجلس، ودخلت أنت على أهلك، قلت أعطونا قهوة وشاي، قالوا من عندك، قلت والله ما أعرفهم لكن أعطونا القهوة، جيت وحطيت التمر عند هذا وعند هذا وصبيت فنجال، تفضل. فأخذ ينظر إليك ولا مد يده للفنجال، تقهوة تفضل، فما مد يده، أعطيت الثاني ما مد يده، أعطيت الثالث ما مد يده، قربت التمر ما مدوا أيديهم. أليس سيقع في قلبك فزع؟ تقول هؤلاء أهل ما هذا، أنا تورطت لما دخلتهم عندي، هل لا تقهوة ولا كلا تمر، ماذا سيفعلون بي وبأهلي، ماذا يريدون؟ فما بارك برجل ليس له، ليس عنده إلا هو وزوجته، وليس يسكن في مدينة حوله جيران وممكن يساعدونه لو وقع شيء، وجاء بذبيحة وحطها وإذا به يشير لهم وهم أيديهم لا تصل إليه. قال الله نكرهم وأوجس منهم خيفة، لكنهم ما طولوا عليه الوجل، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا أصلا جايين نسلم عليك، ولا طريقنا القوم لوط ابن أخيك، لأن إبراهيم هو عم لوط عليهم السلام. قال الله وامرأته قائمة فضحكت، يعني لما امرأته قائمة يعني قريبة عند الباب، لأن ما في خدم ولا عيال يخدمون، فهي ضيوف عند زوجها واقفة عند الباب، ممكن يقول عطونا لبن عطونا ماء مثلا، فتصير قريبة يعني، وأيضا هي ما عندها في البيت أحد فتجي تتونس،
في ضيوف تسمع سواليفهم وتسمع كلامهم وكذا، فهي قائمة. فلما سمعت أنهم سوف يذهبون بالعق، أنهم ليسوا ناس سوف يؤذون زوجها أنهم ملائكة، فرحت من شدة الفرح، ضحكت. قال الله: فبشرناها بإسحاق. قالوا بشري ترات بتحملي. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز، يا ويلي أحمل وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا عجوزه شايب، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع. الروع إيش سبب الروع؟ أنهم ما أكلوا وخاف منهم لا يفعلون بالشيء. ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. البشرى بإيش؟ بإسحاق، بالولد. من شدة رحمته قال الله: يجادلنا في قوم لوط. يقول ابن كثير: قام الثلاثة بيذهبون، فجعل إبراهيم يمسك جبريل ويؤخره ويقول: ألا تستأني بهم؟ ألا تؤخر عذابهم؟ ألا، مع أن قوم لوط فعلوا من الجرائم ما لم تفعله أمة، كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، أكرمكم الله، يجتمعون يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض، وكذبوا نبيهم لوطا وجرائم، ومع ذلك إبراهيم يقول: لو أخرتهم يجادلنا في قوم لوط. قال الله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. شوف كيف وصف الله جل وعلا ذلك. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى ذكر قصة إسحاق، حملت سارة بإسحاق وولدت، خلاص اللي في نفسها راح الآن، لو تجي هاجر وتسكن معي ما عاد في مشكلة، تساوت الرؤوس، أنا عندي ولد وفي عندها ولد. فاستأذن إبراهيم ربه في أن يذهب يرى ولده، فأذن الله تعالى له أن يذهب ليرى ولده. ذهب حتى وصل إلى فلسطين، ودخل على امرأته وإذا بها ما رأته من سنوات، قيل 4 سنوات وخمس سنوات، اللي وقع فيها قصة الذبح. فرحت به كما تفرح المرأة بزوجها، وهو ضم ولده وقبله وشمه ونام عندهم تلك الليلة. فلما أصبح قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيش رأيك يا ولدي؟ يكلم له طفل أبوه 5 أو 4 سنوات، ورؤيا الأنبياء حق، وحي، يعني افعل. ولا يعني هذا يا جماعة أن الواحد منا لما يرى مثل ذلك يفعله. لو رأيت أنك تضرب فلان، أنك تأخذ مال فلان، أنك تقتل فلان، أنك تذبح فلان، تذبح ولدك، هذه وساوس الشيطان، نحن نتكلم عن أنبياء. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذ ولده معه، وأمه ما تدري وينك مودي الولد، لكن فرحانة أبوك جاء، وخرج به وأضجعه. قال الله: فلما أسلم استسلم وتله للجبين. قالوا: وضعه على وجهه حتى لا ترى عين إبراهيم عين ولده فيرق له، فوضعه على وجهه ما يشوف إلا قفاه. فلما أسلم وتله للجبين بيذبح، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص اللي نريده من امتحانك أن حب الله قد ملأ قلبك، حتى أن أغلى الناس عندك بتذبحه إذا الله أمرك تحقق، خلاص هذاك بتذبحه الآن، قد صدقت الرؤيا. ثم قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم،
إلى آخره. قيل إن إسحاق ولد بعد قصة الذبح لقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقيل لا بل كان مولودا من قبل، لكن البشرى بأن إسحاق سيصبح نبيا جاءت بعد قصة الذبح، يعني أن الله أكرمه بعد الذبح بأنه جعل ذريته أنبياء، وفيها قولان لأهل العلم. الشاهد انتهى إبراهيم من هذا وذبح الكبش، ورجع إبراهيم إلى ورجع الغلام إلى أمه، ورجع إبراهيم لزوجته الأولى سارة، فأمره الله تعالى بأن يبني البيت. خرج وجاء إلى فلسطين، وإذا إبراهيم وإذا إسماعيل قد صار شاباً، وإذا هو يبري نبلاً له في ظل الكعبة، ويبري نبلاً له في موضع في مكة، إلى الآن ما بنيت الكعبة، يبري نبلاً له، يصنع يعني يصنع النبل. فجاء وقال يا بني إن الله أمرني أن أبني هنا بيته العظيم. فقال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. بنيت الكعبة. وقال الله لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وصار الناس فعلا يأتون للحج. رجع إبراهيم مرة ثانية إلى زوجة سارة، هو طبعا يدعو إلى الله في هالحال ويدعو الناس إلى الإسلام، ما هو جالس بس بين الزوجة هذه الأولى والثانية. ثم أراد إبراهيم أن يطمئن على ولده إسماعيل بعدما كبر، فجاء إبراهيم إلى إسماعيل، وإذا هاجر قد توفيت، وإذا إسماعيل قد تزوج، فأراد إبراهيم أن يختبر زوجة ولده إسماعيل هل أحسن الاختيار أم لا. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى بيت إسماعيل وهو على بعيره وقد ظهر فيه الشيب والكبر، فطرق الباب ففتحت زوجة إسماعيل فقال لها أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، يبتغي لنا يعني يبحث لنا عن رزق، مثل ما يطلع الرجل منا شغله ولا بيعه أو شرائه أو عمله، خرج يبتغي لنا في الدوام، طالع ما هو بجالس في البيت عندي، طالع يصيد ولا يبيع ويشتري ولا، خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ هي ما تدري إن هذا إبراهيم أبو زوجها. كيف عيشكم؟ قالت بئس العيش. قال ما طعامكم؟ قالت بئس الطعام، الخبز والماء. وكل ما سألها شيء طلعت فضائح البيت. رأى إبراهيم إن هذه الزوجة ما تصلح لولدي، إيش هذه تفضح بك الحين ما تعرفيني وعطيتيني قصة حياتكم. سكت إبراهيم وقال إذا رجع زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبة دارك. هذا رمز شفرة. مضى إبراهيم رجع، جاء إسماعيل للبيت بعد يوم يومين أو كذا، يسولف مع زوجته من جاءكم من؟ قالت والله جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. قال هذا أبي. جاء؟ قالت نعم. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وأقول غير عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق في أمان الله. جمعت عفشها وراحت. مر إبراهيم بعد وقت وإذا به يمر على بيت ولده إسماعيل، وطرق الباب أيضا وسأل عنه، فقالت المرأة خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ الزوجة الجديدة. قالت خير عيش. قال ما طعامكم؟ قالت خير الطعام، اللحم والماء. ما وجعلت تذكر أطيب الطعام. يعني الواحد منا اليوم ربما أنت خلال الشهر يومين ثلاثة بتاكل لحم، يومين أخرى بتاكل دجاج، يومين ثلاثة يمكن ما في لا لحم ولا دجاج. فلما يجي واحد يسأل زوجتك ما طعامكم، ستختار من الشهر كله أطيب شيء وتقول اللحم،
مثلا هي المرأة الأولى اختارت أردأ شيء، المرأة الثانية نفس الأكل لكن اختارت أطيب شيء، قالت أطيب الطعام الخبز اللحم والماء، ما هو بكل يوم يجدون لحم لكن اختارت اللحم مرة ولا مرتين ذاقوه، أعجب هالمرأة. ثم قالت له انزل حتى يأتي زوجي، كريمة تقول انزل حتى يأتي زوجي ويكرمك بعد، أعجب إبراهيم، عاد إبراهيم يحب الكرم، أعجب. قال إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له ثبت عتبة دارك، ثبت عتبة دارك، تمسك بهالمرأة. وفعلا رجع إسماعيل، ما خبركم وش الأخبار؟ قالت والله جاء رجل من صفته كذا وكذا. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، سألني عن طعامنا ثم قال لي اقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك، يعني مدحك وأوصاني بإمساكك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الصالحين في جنته، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأنبيائه في جنته، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسير على خطاهم ويهتدي بهديهم ويسن بسنتهم، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا نتحدث عنهم أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا وأهلنا المسلمين في كل مكان. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده، ومن حارب الإسلام وأهله فحاربه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع شملنا في ديارنا، اللهم اجمع شملنا مع ولاة أمرنا على الخير والهدى، اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم وأصلح ذات بينهم وولي عليهم خيارهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر لكم هذا الاجتماع.